بعد باريس وبرلين ودبي والكويت وغيرها من العواصم، المعرض الدولي المتنقل رياح الفصل الجاف حل منذ يومين بالعاصمة الرباط. تنظمه السفارة الأسترالية للتعريف بمنسوجات وألبسة أبدعتها أنامل فنانات من السكان الأصليين لأستراليا احتفاء بأرض أجدادهن وحكاياتهن الشعبية. مريم أملال. تراث مانينغرادا بأحدى جهات شمال أستراليا الأكثر نائية حملته جراشارة رياح الفصل الجاف بلغة السكان الأصليين لأستراليا ليحل بالرباط في رواق فني انتشت أركانه وتأنقت بجداريات منسوجات وألبسة أبدعت في حياكتها 17 فنانة من هذه القرية. يجب أن نذكر أن تواجد السكان الأصليين لأستراليا يعود ل 65 ألف سنة. وعند التدقيق في هذه اللوحات الجدارية والمنسوجات لا تفوتني الفرصة لأقارنها بفن المنسوجات المغربي من حيث تنوع المواد والألوان والتقنيات. بين أحادية اللون وامتزاجها تتراوح هذه الأعمال الفنية لتعكس خيال شريحة كبيرة من نساء مانينغرادا وثقافتهن، ورسالة واضحة: التنوع الثقافي الفيصل في التقارب بين الشعوب. النسوة اللائي أبدعن هذه المنسوجات ينتمين لمؤسسة نسوية للسكان الأصليين لأستراليا، جداريات تم نسجها باليد وتم عرضها سابقا بباريس قبل أن تحل بالرباط. عالم فني فات أتراه هذا القفطان المغربي، لباس تقليدي تمت حياكته بتوظيف ثوب من منطقة مانينغرادا الأسترالية، قطعة فريدة ومتفردة تنسج روابط ثقافية بين أستراليا والمغرب.